لكم المشاهدين ديالنا، تحية لكم خوتي المغاربة، عواشكم مبروكة، تعيدوا وتعاودوا، كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. خوتي الجزائر تعيدوا وتعاودوا إن شاء الله بصحة وعافية. خوتي العرب كلكم، السعودية، إمارات، تونس، قطر، كل الشعوب العربية، تحية لكم، كل عام وأنتم بصحة وعافية إن شاء الله. تمولدتكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله، غادي نبداو في الروتين أنا ومريم عاوتاني إن شاء الله. أرى ما عندك دابا حيدتي الطاب، جات مريم. لا لا مريم هاد النهار ان شاء الله هي اللي غطيب لكم ان شاء الله. يا الراس هي غتفورنا الراس اليوم، لالا الطاب ما كايناش، مشات عند الوالده ديالها وشدوها. ولالا مريم هي اللي راه هاد النهار غتكون معكم، متابعه لالا مريم على هاد النهار على الشغل ديالها كيف غيكون ان شاء الله. السلام عليكم خوتي المشاهدين، كدايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير على خير ان شاء الله. كما كتشوفوا اليوم غادي نفوروا الراس، اي واحد كيفور الراس اليوم، حنا معروفين المغاربه اخوتي كاملين كيفوروا الراس، ونتمنىكم تقبلوا علينا وان شاء الله تكونوا معنا في هذه المائده. وشكرا لكم خوتي المشاهدين، كما قال لكم الوالد ما مشيت انا وما نعاودش على لالا وحصرها، قالوا لها ما تمشي تتعشي معنا، قلت صافي حصرتك الوالده ديالك، جلسي انا نمشي نفور الراس وان شاء الله تتبعيني. وكما كتشوفوا اليوم غادي نفور قدامكم الراس، ونتمنى خوتي المشاهدين يقبلوا عليا ونكون خفيفة على قلوبهم. شكرا لكم بزاف على الدعوة اللي دعيتوا معايا حتى وقفت على رجلاتي، شكرا لخوتي خواتاتي مميماتي كل شيء، ما غاديش ننسى خيركم. وشكرا لكم بزاف المقايدة بين لندا ديروا الله العظيم ديروا الفيديو ديالهم ان شاء الله. انا غادي نشكر خوتي المشاهدين كاملين، ندير معلقة ونزيد الملحة، انا معروفة حب الملحة، انا كديري الملحة بزاف، راه كتبغي الملحة عالية. المصور السي العربي راه هو اللي كيصور. تحياتي خوتي المشاهدين، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. مرضي السي العربي، ماشي العربي، مرضي السي العربي. كما كتشوفوا درت معلقه ونص ديال الملحه، جوج معالق ديال الفلفل الحمراء، معلقه ونص ديال الكمون، كاين اللي كيدير القزبر والثوم كيدقهم، حنا ما كنديروش اخوتي. نتمنىكم تجربوا الطريقه اللي كندير دابا وتردوا عليا في الكومنتات. عارفه بك جو الحار، مغاربه معروفين بالحار. منين تعلمت هاد الشيء؟ من الوالده ديالك؟ اول راسه طيبوا لنا مريم هذا ان شاء الله. لا فايته مطيبه، فايته مطيبه كي غير كتولي انت امك ديك الساعه دابا بوحدك. لا فايته مطيبه بوحدي، ولكن كنا مازال ما الحمد لله كنا باقيين بلا قناه. يرحمك الله، يهديكم الله ويصلحوا بالكم. اوكا كتقد دخلوا لي العطريه فنانه تنت صافي. وتابعوا لالا مريم غنمشي نصلي العشاء. الله يتقبل. جيب لي شي طبيصيل. الحمد لله طبسيط، ايه ما يكون كبير ما يكون صغير، هوايا. هانتوما هادي هي الطريقة، كدخلي العطرية بالجناب، الحمد لله رب العالمين. هادي راه السودانية حارة بنيتي، هذاك كيقلب عندك هادشي. ديرو لي من تحت البرمة، حاول تخدمي باش ما يطيحكش العطرية لتحت. سير من اخوتي المشاهدين يقبلوا عليا وان شاء الله مهماتي اللي فرحوا لي وخياتي الله يكثر خيركم. شكرا لكم بزاف، اختكم مريم بدعاويكم تشافت ان شاء الله وقفت على رجلاتها، شكرا لكم بزاف. نتمنى اخوتي يديروا الطريقه ديالي وردوا عليا في الكومنتات كي جاهم. باغي خصني نزيد العطريه، خليكم معايا لما نزيد العطريه. يدير هادي العربي حتى هي مصفى وديك الساعه نتلاقى. دابا نزيد العطريه، راس معروف بالعطريه، باش ما بغيتيش ديري له من يطيب ما ديري له. هادو الرجلين
هكا باش ما تتخرجناش الباق. نمشي نجيب الكسكاس ونمشي هذيك معايا هنايا غادي الديفور تما خليه يطيب على خاطر قبلي في الليل راه في الليل هذيك الساعة ملي كنت نصوم معاكم. دابا راني ربيتو يسخن هانتوما هي والليمون العربي نتمناكم تكملو عليا ونتمنى ان شاء الله تاكلوه معنا ان شاء الله. السلام عليكم اخوتي المشاهدين العزاز الغاليين، كيف حالكم؟ صحيحه؟ كيف حال وليداتكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحه جيده يا ربي. وعواشركم مبروكه، كل عام وانتم بخير، كل عليكم الصحه والهنا وطول العمر وبشر زيق ان شاء الله انتم ووليداتكم. ولا لا مريم راني مشيت عند الميمه ديالي البارح من بعد ثلاث عيد مشيت انا وياها، ومن جات الوالده شدتني قالت لي وقسها الوالده انا نمشي نطور لك فور الراس ونشوفكم مع خوتي المشاهدين. انت عندك بشويه هذيك بنتي وتهزيش هنا نهز عليك الثقل، مابقاش تهز الثقل نهزو عليك انا باقا انت مريضه دابا عيا. وجات مسكينه فورت الراس والحمد لله خوتي الحمد لله بالدعاء ديالكم اللي وقف لي مع بنيتي. والحمد لله من نضت لي لاله مريم البارح ودارت معايا وراجلت شويه وعاونتني في الدواره، وخا هي انا مسكينه نفسها نوضتها والحمد لله ليه ليه الحمد اللي ناضت لي بنيتي بالدعاء ديالكم. دابا غادي ندير اتاي والدار والله خوتي. وانا من جيت مع الوالده لقيتها مفاوره على الراس وجاتني كبيره واحد الفرحه اللي ناضت لي بنيتي بحالي عاد صغيره ودابا ناضت تخدم معايا والله العظيم. راني باقا صغيره نبوس كحليبه ديالي والله غادي مراوين اتاي عمرها ما عمرها تنسى انا اللي طاح. والله ملي تتشكرها الزغب راسي تيشوفك والله خوتي اللي طاح في بنيتي. مكيس شنو قالت لك اميتك؟ قالت لك اسمها هي لوين؟ قالت لها لا ما قالت لي مسكينه قالت لك زعما نتسامحوا بيناتنا. قالت لها با من درك كنت في الطونوب بحال تخرج الدم على فمو على نيفه وقالت لها حبس حبس تلاحظ قالت لي تسامحي صافي شر. قال لي بو هذيك الساعه بغيت نموت. هذيك الساعه خوتي ما نقول لكم دابا جوج مرات وانا طايح في البيضات باش نذكر هذيك النهار يا خوتي تخصني ننسى. ايوا الحمد لله يا اختي معنا الحمد لك الحمد يا ربي بلا اعداد والدعاء يا خوتي المشاهدين. الدعاء ديالهم ضروري خوتنا المشاهدين. شكرا لكم بزاف بالله وبهم باش حنا واقفين خوتنا الناس. تحياتي ليهم شكرا اليوم على الوقوف ديالهم. ودابا انا درت حبوباتي غسلته وبدا السكر نورت اليوتيوب هي ناضت هاد النهار والله خوتي. دير شي كاس د اتاي عرفي هاد نهار العيد وهي قلو الراس خص حبوباتي يكون مزيان عامل حبوباتي هنا 4 معالق كبار مزيان تطيح حياتي مزيان. هاد النهار عندي نهار كبير هاد النهار عندي عيد من نضت لي مريم عيد الجاوج هاد النهار لي الحمد يا ربي من نضت لي بنيتي بقا دور معايا في الكوزينه وانا ما نخليهاش اخوتي دابا ما طرقش عليها مازال مريضه. هي قلت لها سيري تجلسي قالت لك لا انا شربت مع خوتي المشاهدين الراس نشرب معاهم حتى الفطور وردوا لهم وخليكم معنا العزاز الغاليين حتى دابا كنحط الفطور ديالي. ديت سنية دتاي خبز ديت كلشي دابا بقى لي الراس عييت باش منلقاش هادي ساعات قاصت سبب ضربتيه؟ هي البارح ضربتو بجنوية شاده مع بوا ويعطيني صبا قالت فراتي شويه وصافي واحد الشريحه ماشي بزاف هي ملي كتبقى تكوكا السودانيه ولا تي وتوزوز وانتم معنا ان شاء الله خوتي. الفطور جا راجل خالتي مرحبا بي والف مرحبا قبل علينا وكنهدي لكم هذا الطبق لخوتي المشاهدين وتحيه لكم كبيره ونخلي الكلمه للوالد ديالي. وشكرا لكم حبابنا وشكرا للاصدقاء ديالنا ونتمنى ان شاء الله تفطروا انتم بصحه وهنا ان شاء الله انتم وليداتكم. تحيه لكم داخل الوطن وخارج الوطن تحيه للشعوب العربيه كامله خوتنا المغاربه خوتنا الجزائر تفطروا ان شاء الله بالصحه والعافيه ان شاء الله. واليوم راه من سيدي ديالنا السي مصطفى جانا غير يفطر معنا مرحبا بك السي مصطفى. بارك الله فيك. مرحبا والف مرحبا السي مصطفى. نهار كبير هذا ومرحبا بالمشاهدين حتى هما يجيو لعندك. تحياتي للمشاهدين الكرام واليوم راه حنا نطيب بارك الله مرحبا ونتمنى المشاهدين الله
دخل عليكم هذا العيد بالصحة والحنة وطول العمر والبركة وتحياتي لكم أخوتي وديروا شي بارطاج والله يحفظك أخي زوينين والأبوني تهلاو في السيد طيب ويطو الله يحفظك وتحياتي لكم الله يحفظك أخي راجل أختي راجل عندي راجل أختي مرحبا بك وألف مرحبا مرحبا بكم أنتم المشاهدين ديروا شي هجوم أجي عند أختكم يطو شكرا لكم هجوم ديروا هجوم موضة عندي شي مرحبا بكم نهار كبير يجوا عندي المشاهدين شكرا لكم الحباب وما نطولش عليكم الفيديو هادشي راه كيبرد لنا دايما جنة كل ما كيف هانتا ان شاء الله حياكم الله السلام عليكم شكرا لكم هاد الكويسية الشاي